شيخ العرب، أنا ليا طلب. خير يا ولدي، قول. دلوقتي أنا مش راجل. من جاي غير كده؟ أنت راجل زي الفل. ومسلم وموحد بالله. ومسلم وموحد بالله. قصر في الحديث. وتبت عن قطع الطريق. الحمد لله. إيه طلبك يا جابر؟ قول على طول. طالب الحلال يا شيخ العرب. وعيش لي بتختك خدام. تاني يا جابر، أنت ما حرمتش. تاني وتالت يا شيخ العرب، والآخر يوم في عمري. والله يا ولدي الحكاية دي ما فيها دي. أنت الكبير وكلمتك تمشي على الكل. إلا بدي يا جابر، إلا بدي. اشمعنى الطلب اللي يحييني؟ مش في يدك يا شيخ العرب؟ عشان العرف يا ولدي أكبر مني، وما أقدرش أبقى أنا الكبير وأخالف العرف. أحب على يدك يا شيخ العرب. أستغفر الله يا ولدي. اطلب أي حاجة تانية يا جابر إلا دي. لا إله إلا الله. اقعد يا جابر، اقعد. انا اقول لك حاجة عشان تعرف ان الحكاية براك خالص. ليلة جلقة صالح بيه حاكم جرجي، وبرضه قلنا له لا. ولو جالها اكبر راجل في مصر كلها ما هواش همامي مش هنديها له. انا كان نفسي ابقى اول واحد يكسر الحكاية دي، وعارف من جواي ان الجواز من الغريب له عيب ولا حرام، لكن دي حاجة ورثناها من قديمه. ما قدرش يا ولدي. جايز لو كان عندي بنت كبيرة ساعتها كنت اقدر احكم في بيتي، بس ما عنديش. خلاص يا شيخ، انا هروح للشيخ اسماعيل واترجاه. عاوز رأيي يا ولدي؟ تروحش. رحمة وكفالك انتي وبنتك، عاملة لها عمل على ظهر سمكة. كل ما الموج يخبط في الشط ولا النيل يفيض، كل ما بنتك تبقى عاوزة تطفش. سمكة عفريت هتفك ولا لا؟ مشيعين صيادين من الإنس والجن، زوبع وفكش وسمضال، مش ثابتين مش ثابتين. هتعومني معاك أنا وبنتي في بحر يدوي أنت وعفريتك؟ غصب عني، الموضوع كبير والسمكة مربوطة بطبارة ومعجودة سبع عقد. عاوزاه خلص. 10 حتت ذهب. خد حل ماتك. بعد 3 ليالي بس اوعي تقولي لحد ان جبت سيرة مرض شيخ عيسى. غور من وشي، ولو عدى يومين وبنتي زي ما هي هفضحك. تفضح روحك. بص انا اللي عندي كله، انا تعرفش انا مين. قدامك 3 ليالي وبعدها اللي يعمله ربنا يكون. غور من وشي. خايفة يا همام على درويش وشاهين قوي. من ايه يعني؟ اول دور يغيبوا بعيد عننا. لا بعيد ولا حاجه، عمهم معاهم ناس كتير. عمهم هو الشيخ سلام دريان بالدنيا. دي غلطتك يا همام. الشيخ سلام يحمي بلد بحاله. انا عارف انا عامل ايه زين يا صالحه. عارفه بس خايفه غصب عني يا همام. ما تخافيش وسيبيني في اللي انا فيه. تبقى انت بالك مشغول عليهم زي وعداري صح؟ حكيت عيالي بس يا كلها بقيت عيالة صالحة. مالك قول، أي مشكلة كبيرة وملهاش أي حل قولها لشيخة العرب صالحة وأنا حلها لك على طول. خير، عاوز إيه؟ خير يا شيخ إسماعيل، طالب القرب. القرب؟ ومن فين ياجي القرب وأنت أبعد بعيد يا ود الجبل؟ طالب شرف النسب. النسب؟ أيوة صح، أول ما جو قال لي ملخيل أبو العقيس مد رجليه. ما عرفتش المثل ده إلا دلوك. أنا جيت لحد باب بيتك وأعيش ليك وليها خدام. وأنت تقدر تتجرأ أكثر من باب البيت يا قاطع الطريق؟ احمد ربنا إنك لسه حي. تبت لربنا وطالب حلاله. حرمت عليك عيشتك. في طلب ينفع وطلب عيب إنه يطلب. وإيه اللي عيبه يا شيخ إسماعيل؟ أقول لك يا جابر، انت يا ود الناس اتولدت ما تعرفش ابوك مين، وامك لو سالتها تلقاها مش فاكره مين.
من كتر اللي شافته يا عين. واحنا بعيد عنك عارفين احنا مين والد مين واصلنا ايه، وعيب تخلط العارف على اللي مش عارف. فاهم يا ود الجبل؟ اقول لك ولا ما اقولكش؟ قول يا بنت عم خير. مش انت كبيرنا وشيخ العرب؟ ايوه، عندك شكوى قول. دلوقتي لو في زمامك راجل هيأذي الناس هتسيبه؟ لا طبعا، الا المؤذي. خش في الموضوع ما نزهجنيش. السحر والكتب والاعمال مش اذى يا همام؟ اذى كبير ما يصدقهوش غير الحريم اللي عقلها خربان. واحد كتاب اذى البلد كلها. بس ما تقوليش عرفتي منين ولا مين قالك؟ تشرط براحتك وتمنع اذى يا همام. امنع اذى بس؟ كمل قولك. هحكي لك على كل حاجه، بس لا تقولي فلانه راحت ليه ولا فلانة عملت ليه، ولا تتدخل في أي حاجة للحريم. سيبنا نتصرف. ماشي يا شيخة العرب. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. خير يا شيخ العرب؟ أنا قدامك عايزك في مصلحة يا شيخ العرب. انا مش بتاع اذى، وخدمه الشت شمش والست رحمه ما كانتش بطلب مني. عارف من قال لك ان عاوز اذيك؟ انا عاوزك خدمه ليا يا شيخ العرب. السماح السماح، واسمع زي الناس. عاوزك تحضر لي عفريت قدامي. ايه؟ مش انت ساحر وسرك باتع؟ حضره لي دلوقتي. انا كذاب وواطي ومركوب قديم. اداري على روحك عشان محدش يعرف سرك. بس انا متوكد انك ساحر وتقدر تعمل اللي ما يقدرش عليه غيرك. انا ولا اقدر حتى اقوم على حالي، انا مسكين. ده كلام. اصل انا عاوز عفريتك في مصلحه. عايز عفريت يكون والدها حلال كده، اشيع وبحر يجيب لي حاجه من هناك. عفريت كيف؟ عفريت من عفريتك بس يبقى اصيل والد ناس. عاوز بخور؟ قول عاوز ايه؟ انا عاوز اروح. احب على قدك. مش قبل ما تطلع العفريت يا ابوي. مفيش عفريت. ايه؟ ناموا ولا روحوا ولا ما بيجيوش يسمعوا كلامك؟ لو العفريت نايم صحيح عشان خاطري. معلش، اصل مفيش عفريت اصلا. طلع العفريت يا ابوي. مفيش عفريت. قلت طلع العفريت. مفيش عفريت. ساكن فين يا جلاب الشر؟ ساكن جنب الجبال شرق البلد. وفرت علينا المشوار. شوف تربة جديدة مفتوحة، حطوا فيها وليس عليه. وهو ما هيغلبش، هيشوف عفريت من عفريته يطلعه. خدوه. بس يا ابوي مفيش عفريت. لا في عفريت. والله العظيم ثلاثة ما في عفريت. هناك هتعرف إذا كان في عفريت ولا لا.